من الكورسات المهمة جدا اللي لابد انه الناس او اللي بيدرسوا الطب او بيدرسوا عملية العلوم الصحية الاخرى ان يطلعوا عليه هو كورس المناعة. الله عز وجل وضع جهاز مناعي محكم في جسم الإنسان، وظيفة هذا الجهاز المناعي هو حماية الجسم أو الدفاع عن الجسم ضد الجراثيم المختلفة والخلايا الغير طبيعية التي ممكن تنشأ. يعمل هذا الجهاز المناعي من خلال خطي دفاع. خط الدفاع الأول يسمى المناعة الفطرية، وهي عبارة عن حواجز طبيعية خلق جميع البشر بها، وهي مناعة غير متخصصة، بمعنى أن آليات عملها واحدة لكافة أنواع الجراثيم. سنتعرف على هذه الحواجز الطبيعية وآلية عملها. الخط الدفاع الثاني وهي المناعة المتخصصة، وتنقسم إلى ذراعين. الذراع الأول هو إنتاج الأجسام المضادة والتي ترتبط بشكل متخصص، بمعنى إذا تعرض الجسم لنوع معين من الجراثيم تنتج الأجسام المضادة لهذا النوع بذاته، وبالتالي تقوم الأجسام المضادة بمساعدة الجهاز المناعي بالتخلص من هذا النوع من الجراثيم. الذراع الثاني وهي مناعة متخصصة أيضا، وهي عبارة عن خلايا تقاتل، وظيفتها تهاجم أي خلية تعرضت لفيروس أو تحولت إلى خلية سرطانية. سوف ندرس سويا في علم المناعة في هذا الكورس من خلال تعريف المناعة الفطرية، ما هي مكوناتها، ما هي آلية عملها. سنتعرف سويا كيف تنتج الأجسام المضادة خطوة خطوة، وكيف تتغلب على الجسم الغريب. ثم سنتعرف مع بعض كيف أن الخلايا تقوم بالقتال خطوة خطوة. سنتعلم سويا كيف يقاوم الجهاز المناعي الأورام والسرطانات. بعد ذلك سوف نناقش المناعة السريرية، وحنبدأ بالحساسية، تعريف الحساسية، ما هي الحساسية، ما هي أنواعها، كيفية آلية حدوث كل نوع. ثم سنناقش موضوع في منتهى الأهمية وهي الأمراض المناعية، بمعنى كيف أن الجهاز المناعي لعدة أسباب يهاجم نفسه، وبالتالي هذا موضوع منتشر ومهم جدا. حنتعرض على كل الأسباب التي تؤدي إلى الأمراض المناعية. وأخيرا سوف نناقش قضية الإميون ديفيشنسي، أو هو بنقول نقص المناعة الأولية، وهي غالبا تكون ناتجة عن عجز في الخلايا البلعمة أو خلايا الفاجوسايتوزس، أو عجز في المكمل اللي هو الكومبلمنت، أو عجز في البي سيل، خلايا البي سيل، أو عجز في الخلايا التي سيل، أو عجز فيهم الاثنين في البي سيل والتي سيل. أرجو لكم مشاهدة ممتعة لهذا الكورس المهم، وشكرا جزيلا.